اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين متابعي برنامج خطوه، وكما وعدناكم بان خطوه دايما معاكم، خطوه بخطوه، خطوه على الطريق الصحيح، خطوه في الاتجاه الصحيح. وتكلمنا في الحلقه الماضيه عن البرلمان ودوره في حياتنا، وعشان زي ما وعدنا حضراتكم بان خطوه يكون معاكم، فتبنينا مبادره اسمها صوتك امانه، وبدأنا يتواصل معنا أحد المرشحين في الدوائر، من يريدون الخدمة حقا، ومن كان له الدافع هو المواطن البسيط في ترشحه. فمعايا أول ضيف، ضيفي وضيف حضراتكم، الأستاذ محمد عاطف، محامي بالنقض ومرشح عن دايرة أوسيم والوراق. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أهلا محمد. وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، شرفتنا يا فندم. شرف ده والله يا فندم. أستاذ محمد، كنا عايزين نعرف الدافع اللي خلى حضرتك تترشح. هو بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا يعني منطقة الوراق وأوسيم بتفتقر دايما لوجود العضو البرلماني ووجود الخدمات ووجود الحاجات البسيطة، متطلبات المواطن العادي البسيطة. والله أنا ما دفعنيش حقيقة للترشح لعضوية مجلس الشعب إلا لما لقيت الناس المواطنين العاديين عندنا في المنطقة يعني بيحسوا إن المحامي ده دايما ليه سلطة وليه كيان وليه وجود في المجتمع. طبيعي. فطبعا لقيت بعض الأشخاص يعني بيطلبوا يعني إيه حاجات كده بسيطة، يعني ممكن يقول لك أنا عايز أعمل كذا، أنا عايز كشاف في الشارع. منطقة عندنا منطقة شعبية، طبيعي، بيغلب عليها الطبيعي الريفي أكتر من الشعبي. وبعدين المحامي بيبقى له سلطته من خلال الدستور، لا ومن خلال هو حضرتك المواطن العادي دايما يقول لك إن المحامي ده يعني هو شايفه دايما إن ليه احتكاك بالسلطة التنفيذية أكيد. دايما أو السلطة القضائية، فدايما بيبقى ليه طلبات عنده، يعني دايما يقول له مثلا ايه، ما تشوف لنا عايزين كذا، عايزين كشاف، عايزين يا جماعه الحاجات دي مش متطلبات لعضو برلماني، ده دي المفروض المحليات. تمام. دي اعضاء المجالس المحليه دايما هي اللي دي متطلباتها، او دي المفروض تطلب من العضو من عضو المجلس المحلي او المحافظه. فطبعا لقيت الموضوع يعني محتاج فعلا حد ينزل، حد موجود، حد دايما متواجد في الشارع. ما لقيتش الكلام ده خالص. حاولت اتصل واتواصل مع الاعضاء اللي هم طبعا كانوا متواجدين في الفتره السابقه في البرلمان المصري اللي عدى. لينا طلبات يا جماعه، الناس بتشتكي من كذا، الناس بتشتكي من كذا، في حاجات لازم نعملها، في حاجات لا ما فيش، لا حياه اللي ما انتوا نادي. فطبعا انا كان جت فكرتي، ودي طبعا بدايه التفكير بتاعي ان انا اترشح للبرلمان، ان انا عايز احسس الناس بوجود العضو البرلماني معاهم في الشارع. تمام. يعني الدور البرلماني لازم يكون، هو طبعا احنا في المقام الاول دور البرلماني لازم يكون رقابي، تشريعي ورقابي. تمام. انا اقول دايما ان دي معادله صعبه، وطبعا قلتها في كذا مؤتمر قبل كده، قلت ان دي لازم عشان تحقق جزئيه الرقابه على السلطه التنفيذيه واجهزه الدوله الموجوده المنوط بها لتنفيذ طلبات المجتمع، يبقى انت النهارده لو قدرت تحقق ديت هتقدر تاخد منهم خدمات. خدماتك تاخدها ازاي؟ تاخدها بدورك، بقوتك طبعا. عضو البرلمان النهارده لو قوي وفعلا دوره مؤثر ويعرف يتكلم ويعرف يجيب حقوق الناس، يعرف يعني ايه تشريع ويعرف يعني ايه قانون، يعرف يعني ايه دور رقابي فعلا. ما هي مشكلتنا ان احنا دايما بنختار احيانا من لا يستحق، يعني في البعض زي ما حضرتك شايف في بعض الدوائر حته اللي هو شراء الاصوات وحته والله يا فندم التدليس، ده بقى ده التدليس والقصه دي كلها وشراء الاصوات. فاحنا في برنامجنا هنا حابين نسلط الضوء على حته زي كده، نوعي المواطن ازاي يختار البرلماني، ولازم يعرف ان صوته امانه مسؤول عليها يوم القيامه، فبالتالي يحط اسس للراجل اللي هو هيختاره قدامه يختار عليها من خلال. لا انا اقول دايما ان الوعي دوت يتولد من ثقافة المجتمع نفسه. يعني لازم المجتمع نفسه يكون عنده الثقافة كيفية اختيار العضو، كيفية اختيار عضو برلماني فعلا. هل هو فعلا راجل جاي يحمي ماله، او جاي يحمي مثلا شركة، او جاي طالب سلطة او طالب شهرة؟
فبيشتري ده كله من خلال المال بتاعه او المال السياسي احنا بنقول عليه طبعا، اللي هو ممكن يعني النهارده بيقولوا في بعض لما بنزل اعمل مؤتمر هتدفع كام؟ تمام البطاقه بكام؟ انا معايا 500 بطاقه، انا معايا 600 بطاقه. يا جماعه الموضوع مش كده، الموضوع مش كده خالص. لازم النهارده يكون المجتمع او الفرد العادي المواطن العادي عشان يختار عضو برلماني صحيح لازم يختاروا على اسس معينه، المتواجد معاك في الشارع اللي النهارده حاسس بمشكلتك. الراجل النهارده لما يكون في قانون بيسن في المجلس التشريعي دوت لازم يكون يعني فاهم يعني ايه قانون، فاهم يعني ايه النهارده مراحل سن القانون ديت. فالنهارده بنلاقي كل ده كله غايب عن وعي. طب استاذن حضرتك استاذ محمد فاصل ونرجع سوا. استاذنونا اعزائي المشاهدين فاصل ونرجع نستقبل ضيفتنا مع حضراتكم. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من خلال برنامجكم خطوة مع مدين مع مبادرة صوتك أمانة اللي بتستقبل المرشحين اللي عايزين فعلا الخدمة لأهل مجتمعهم وأهل دايرتهم. ويتجدد اللقاء وترحيبي بضيوفي وضيفتي اللي شرفتني بعد الفاصل الأستاذ محمد عاطف، شرفتنا ونورتنا، شرف لنا. والدكتورة شيرين عبد القادر مرشحة عن دائرة المسكي وباب الشعرية والجمالية، شرفتينا يا دكتورة. فطبعا بيتجدد اللقاء مع حضراتكم، وكنا بنتكلم عن دور البرلمان في حياتنا، والأستاذ محمد أفرد بعض المشاكل في دائرة أوسيم والوراق، فكنا عايزين نعرف من حضرتك برضو نلقي الضوء على بعض المشاكل عن الدائرة عند حضرتك. تشرفت بيكم طبعا وتشرفت بجمهوري. طبعا انا دلوقتي الوضع بتاع البرلمان بقت عبارة عن سبوبة اكل عيش. انا نزلت اتصدمت بالواقع، كل اللي قبله طب انت معاكي كام، طب انت هتشتري الصوت بكام، طب انت اصل غيرك بيدفع، اصل غيرك يا جماعة انا بقابلكوا عشان خاطر افهمكوا البرنامج بتاعي ماشي ازاي عشان نبتدي نحل مشاكلنا. ما حدش يقول لي لا انت هتدفعي في صوتي كام، ده الصوت ده امانة، تعرف ايه عني عشان تديني صوت. انا بنزل بقعد اتكلم معاك عشان خاطر تعرف عني انا مين، لكن افوجئ ان الاصوات بتتباع واللي يقول لي لا خلاص انت لا، واللي يقول لي لا انت داخله المنطقه ليه، انت داخله المنطقه من غير ما تعدي عليا ليه. سمسره الانتخابات بقوا فظاع، احنا في وسط مافيا بصراحه لازم الرقابه تتدخل، وخصوصا في الايام دي لان احنا الايام دي فعلا تعبنا. الرقابه لو ما اتدخلتش والرقابه ما لمتش الناس دي احنا بلدنا مش هيتعدل حالها. احنا بجد احنا الرئيس عمل لنا حاجات كتير كويسه، بس ان احنا نسوق صوره بلدنا بالوضع ده، ان احنا الناس بتوقفني في الشارع بيقولوا لي طب فين ازازه الزيت، طب فين كيس السكر، طب فين ال 50 جنيه بتاعتك. هو ده يرضي ربنا؟ احنا يا جماعه مش كده يا جماعه، احنا عايزين نعمل حاجه يا جماعه. انت المفروض انا صوتك بوصله لك، اروح اقول لهم في البرلمان انت ناقصك ازازه زيت ولا ناقصك كيس سكر؟ الكلام ده ما ينفعش. هي المشكله يا دكتور احنا كنا لسه بنتكلم مع استاذ محمد في حته التثقيف والوعي لدى المواطن، ان هو لو اتعمل برامج معايا كنوع من التثقيف للمواطن بتوعيه عن معرفه دور البرلمان الصحيح ومعرفه قد ايه هو صوته امانه فهيتحاسب عليها يوم القيامه، هو هيديها لمن يستحق. احنا بنقابل ناس فاهمه، الناس اللي فاهمه للاسف منقطع يقول لك لا انا مش هنزل، ده كده 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 هو معروف هو رايح الكرسي لمين. مفيش حاجه اسمها معروف هو رايح الكرسي لمين، محدش. احنا بلدنا كويسه، مفيش حاجه اسمها اتقسمت، لا مفيش الكلام ده. لكن الناس المتعلمه وفاهمه لازم يوعوا الناس اللي مش فاهمه. ما ينفعش انا كمتعلم وفاهم ما انزلش او ابقى مقاطع، دي سلبيه. طب ما انت لما برضو بتقاطع يبقى اذيت ابنك، ما ينفعش. انت ابنك طالع عايز حاجات وعايز مساعدات والمشاكل المطروحه على الدوائر. انا عندي مشاكل في دايرتي صعبه تمام. صعبه ولازم الصوت يوصل، ولازم كان النائب السابق يوصل الكلام ده. اما الاقي ناس معلش مرميه في الشارع من غير شقق، في ناس بتبلطج وجت قعدت وخدت شقق ما تستحقهاش، ما عنديش رقابه. انا عندي ناس نايمه في عشش، انا عندي مدارس داخله الناس بتقول لي احنا هنودي عيالنا مدارس ازاي احنا نايمين في عشش. فالوضع في الدويقه، الوضع في منطقه الدويقه صعب. البيوت دي كانت المفروض قبل ما تتهد اللي قاعد في مكان بالفعل في شيخ حاره،
المفروض عارف مين اللي قاعد ومين اللي يستحق ومين مش قاعد. مش هسمع من الناس يقولوا لي لا ده انا مش هينفع اخد شقه اصل بطاقتي في الجماليه واولادي كلهم مواليد هنا، اصل بطاقتي مش عارف فين وانا اولادي هنا. فمعلش روتين الورق، احنا روتين الورق على دماغنا، لكن ان انا اسيب اسره كامله نايمه في الشارع. الناس بتستحمى في الشوارع، الناس مش الوضع صعب. انا عندي محمد. دايره مليئه بالمشاكل برضو. اتفضل يا استاذ محمد. ايه في راي حضرتك الاسس، السؤال اللي كان قبل الفاصل، ايه الاسس اللي اختار عليها المرشح واقول ان ده فعلا اللي هيمثلني؟ لا والله هو طبعا الاسس ديت يعني محتاجه زي ما قلت لحضرتك في قبل الفاصل، محتاجه ثقافه للمجتمع المصري، وده يعني يكاد يكون معدوم. تمام. الا من رحم ربي طبعا، زي ما الاستاذه الفاضله الدكتوره قالت دلوقتي، قالت حتى الجماعه المتعلمين او المثقفين او اللي عندهم وعي بيقول لك لا انا مقاطع لان انا كده كده عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين. يا جماعه لا، احنا بعد ثوره قمنا والثوره قامت والبلد المفروض حالها يتعدل. الفكر السابق ده كله المفروض كله 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 بخيره بشره مش موجود. لا يا جماعه احنا النهارده لازم نختار النائب بتاعنا، نختار النائب الراجل اللي يكون في وسطنا فعلا، الراجل او العضو البرلماني اللي انا شايف فعلا انه المفروض اضع فيه ثقتي. اضع ثقتي في مين؟ في اللي جايب لي النهارده كيلو سكر او بيشتري صوتي ب 50 جنيه او ب 200 جنيه لسبوبه طبعا. لا الجديد بقى مش كيلو السكر، لا بيتوزع شنط المدارس وبيتوزع. لا بص يا دكتور، هو بقى هو ماشيين تبع الموضه. لا والله حضرتك احنا انا او تبع الموسم اللي احنا داخلين فيه. احنا دلوقتي الجديد عمالين يوزعوا عندي في الدايره شنط مدارس بالفعل، ويوزعوا ما شافوش واحد غلبان. كل الرشاوي بشكلها وبكل اشكالها طبعا، الكلام ده كله مرفوض مرفوض شكلا وموضوعا. يا ريت الناس تفهم، لان النهارده الناس لازم تفهم النهارده ان اللي هيصرف النهارده مبالغ طائله او يدي رشوه انتخابيه لازم هو يعني عايز يحصل ده. طب حصل ده منين؟ طب انا مواطن تمام، وبطلب من حضراتكم، انا رايح انتخب تمام، محتاج من حضراتكم حاجات او ارشادات افكر فيها. يعني انا في كتير قوي ببقى رايح الانتخابات ومش عارف السيره الذاتيه لاي مرشح، او ما اعرفش انا هنتخب مين، او ما اعرفش حاجه عنهم. لا انا اقول دايما اعرف ازاي ان ده هو اللي بيمثلني، او اروح انتخب ده ازاي؟ من خلال طبعا من خلال في التواصل الاجتماعي، في الصفح بتاعتنا موجوده، بتقرا بتفهم الراجل ده بيقول ايه، الراجل ده السيره الذاتيه بتاعته ايه، الراجل ده متعلم وواعي ومثقف وفعلا ده اللي يستحق ان انا اخد صوتي، الراجل ده مننا، الراجل ده مش الراجل ده نازل يا جماعه يخدمكم، المرشح ده نازل يخدمكم ولا المرشحه، الراجل ده عارف فعلا محيط بمشاكلكم الفعليه ولا لسه داخل جديد علينا ولا مش ابن المنطقه عشان يعرف مشاكلنا. في حاجات احنا بجد في الانتخابات بقت في مصر يعني سبوبه اللي انا شايفاه بجد. لا هو انا ازيل حضرتك من الشعر بيت زي ما بيقولوا. النهارده لو العضو المرشح نفسه دوت فعلا موجود على ارض الواقع ولامس الحال وعارف الدنيا مطلوب فيها ايه، وعارف الوجائع المواطن العادي في الدار الانتخابيه بتاعته، عارف يعمل ايه فيها وعارف يحلها، ما كانش يبقى بالشكل ده، ما كانش يشتري اصواته. يعني انا قابلتني مشاكل كتير جدا، بيقول لي احنا ما عندناش رياضه، ما عندناش مثلا. لا يعني المشاكل عندكم سهله، انا عندي ماشيه في الشوارع ما عندهاش شهادات ميلاد حضرتك، مش محسوبين على الدوله. لا انا بقول لحضرتك يعني مثلا دي بعض المشاكل اللي اتقابلنا مثلا، واحد يقول لك عايزين نادي، احنا ما عندناش نادي، عندنا قرى محرومه من ثقافه ومحرومه من، ما هو النادي ده فيه ايه؟ في ثقافي، في شق ثقافي، وفي شق رياضي. النهارده لما نقول مثلا في منطقه في القرى عندنا مثلا في قريه طناش، قريه جزيره محمد، قريه سئيل، كل الاماكن دي حضرتك فيها ملاعب خاصه الساعه بتعدي فيها 150 جنيه، علما بان الاماكن ديت ولما بعض الساده المرشحين قدروا يوصلوا للناس اللي هم نزلوا طبعا من البرج العاجي بتاعهم، وقدروا يوصلوا للناس ويقولوا لهم عايزين ايه، طلباتكم ايه؟ قالوا له حاجه بسيطه جدا، عايزين نادي رياضي اجتماعي. فقال له طيب انا هديك حق النادي واخده منك على مراحل في على 4 سنين، يعني على ما الدوره بتاعت ساعاته تخلص. هي سبوبه. تمام. طب ما هو الحل موجود، طب ما احنا عندنا اراضي املاك دوله واراضي اوقاف. طب ما ناخد فدان من الافدنه اللي موجوده كتير جدا ديت في مثلا في قريه طناش او المحيطه بقريه طناش والجزيره وجزيره محمد والوراق،
لو خدنا فدان واحد بس من املاك الدوله هتعمل احسن، هنعمل نادي كبير جدا، هنعمل على مساحه 4200 متر نادي كبير، هنحل مشاكل. دكتور هشام استاذن حضرتك، طبعا حضرتك ادرى بالمشاكل اللي في الدايره بتاعتك، ايه رؤيه حضرتك لحلها؟ يعني ناويه ان شاء الله تحليها لازم تزيل. لازم اللي انا شفته في الدايره يتوصل بشكل صحيح عشان الرقابه تتدخل، لان انا عندي في الدايره بتاع يعني انا عندي الاربع دوائر مشاكلها مختلفه. فيما يخص اهم دايره عندي اللي بالفعل محتاجه تدخل، اهم منطقه عندي اللي بالفعل محتاجه تدخل فوري، انا عندي مدارس داخل، عندي شتاء داخل على الناس دي، عندي ده الاهم، ان البني ادمين دي يتلموا في اربع حيطان، ما ينفعش يفضلوا مرميين في الشارع. ما ينفعش الناس اللي كانت ساكنه بره المنطقه وجت قدمت ورق وفي فلوس اتدفعت من تحت الترابيزه وهم ما يستحقوش الشقق وراحوا قعدوا في شقق، والناس الغلابه الفعليه اللي موجودين ده، في ناس الشوارع متسميه باساميهم، وقالوا لا اصل انت بطاقتك مش بطاقتك، طب ما انا اولادي هنا وعايشه هنا. يا عم اسال الناس ويقول لك لا روح هات محضر، محضر شرطه، ان انت عملت، ان انت عملت محضر او مشكله، او ان انت بالفعل كنت مقيم هنا. طب محضر 2003 ولا 2002 اتحرق، اتحرق ايام الثوره، اتحرق اصلا ايام الثوره، الناس مش عارفه تطلع حتى ورقه. طب مش في شيخ حاره المنطقه دي؟ مش في جيران ملاصقه؟ مش في ان الناس دي فعلا ده بيتها؟ المبنى اللي اتهد ده مش في فعلا ما يفيد ان المبنى ده، ولا انا دخلتك بيت تاني؟ ان شاء الله باذن الله، ولا انا دخلتك بيت تاني، لو ربنا يسر لحضرتك الامور والمواطن انتخب حضرتك توعديه بالحل؟ لازم، لازم صوته يوصل، لازم صوته يوصل. انا عندي ناس اتحبست، عندي ناس من قلب المنطقه اتحبست عشان راحوا الحي يسالوا شققهم فين. تمام. وللاسف اتعمل لهم تظاهر، وان انتوا ضد، احنا يا جماعه مش عايزين نعمل مشاكل ضد، احنا كارهين ده. الناس بتقول لي احنا اما بيجي حد يصورنا مش عايزين بلدنا تطلع بصوره وحشه، لان برضو الرئيس عمل لنا وعمل لنا حاجات كويسه، فما ينفعش. لا احنا مش بلطجيه، انتوا ما تصورناش في الاعلام ان احنا بلطجيه، احنا مش بلطجيه، احنا بني ادمين كنا قاعدين في شقق وترمينا في الشارع، احنا في بنات بنوت مرميه في الشارع، انا عندي اطفال جالها المرض بسبب الرميه بتاعت الشارع، فمش هينفع الوضع يفضل كده. لازم الصوت، معلش لازم الصوت يوصل، ولازم انا ابقى انا اللي شايفاهم، انا اللي نزلت قعدت معاهم، انا اللي شفت الوضع بتاعهم امبارح. اللي معلش اللي يشوف بعينه غير اللي يسمع، يعني لازم معلش الحكومه تتدخل بشكل فوري، وخصوصا مشاكل الحي ومشاكل الناس اللي بتاخد فلوس تحت الترابيزه. معانا اتصال من منشيه ناصر، استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ احنا عايزين نقول للسياده النواب الفاضلين اولا السلام عليكم، واحنا منشيه ناصر وكذا نائب بيجي ما بيحللناش اي قصص، ما بنشوفوش تاني. انا في نائب اعرفه شخصيا وباسما بعد النواب يقول لك انت مش خدت 50 جنيه مش مفيش خدمه، والناس نايمه في الشوارع. يا جماعه لو هتتقوا الله فينا، بالله عليكم اتقوا الله فينا والحقوا الناس اللي في الدويقه ومشيه ناصر والمدارس والبنات اللي بتستحمى في الشوارع. استاذ محمد انا كنت لسه بتكلم في الموضوع ده دلوقتي حالا، انا شفت الوضع امبارح كان عامل ازاي ووصلنا الكلام ده، يعني يا رب يبقى في حل. استاذ سيد يا استاذ شيرين. استاذ سيد معلش شرفتني يا استاذ سيد. ف حضرتك يعني انا معلش انا اول مره اخش الدايره عندكم، انا مش مرشحه، انا لسه ما اتحاسبش على اخطاء غيري، يعني انا ما اتحاسبنيش يا جماعه على اخطاء غيري، ولازم انت وغيرك. احنا عايزين حد يتقي الله فينا بس، احنا لازم بقى لازم انتوا برضه تساعدوا معانا، يعني انت وغيرك وغيرك الناس اللي عندها ضمير حي توعي الناس. استاذ سيد هما بيلموا البطايق عندكم من امتى؟ بيلموا بطايق الناس وبيساوموا على البطايق من امتى؟ السماسرة اللي بتلم يا استاذ. طيب ما احنا عايزين لازم الرقابة الإدارية تتدخل. فين الداخلية اللي المفروض اللي انتوا تدخلوها مش احنا اللي ندخلها؟ احنا ما احنا بنتكلم في الحلول دي، ان لازم السماسرة دي تتلم من الاماكن دي، لازم السماسرة اللي لمت البطايق، ولازم توعي الناس اللي عندك ان هم ما يدوش بطاقتهم لحد عشان ما نوصلش لنفس المشكلة. الشرطة ما مش ما فيش الكلام ده هم السماسرة بيقولوا لي اصل الشرطة بتتصل بينا قبليها بايام بيقولوا لنا خليكم مع فلان.
طيب يا استاذ استاذ مصر بيقولوا كده على الشرطه، يعني هل الشرطه على علم؟ انا عايز اسال الشرطه، هل انت كشرطه على علم باللي بيحصل ومطنش؟ ما ينفعش. هو لو هنا العضو البرلماني تمام دوره فعلا في رقابه الاجهزه دي، هيبقى في رقابه. هو ده هو ده دوره، هو ده دوره، دور العضو البرلماني فعلا. لازم النهارده يراقب السلطه التنفيذيه ديت في الحاجات الصغيره بس دي جدا. يعني انا النهارده الصبح جالي كلام بيتقال لي النهارده ان احد الساده الضباط مباحث الاسم اتصل بالراجل بمحلات البقاله اللي بتوزع التموين وقال له اديني اسامي الناس كلها. ده كلام يعني التدخل النهارده الخيريه، التدخل النهارده ما ينفعش. الجمعيات الخيريه يعني محضره اساميها لناس معينه، انا بتكلم برضو نفس اللي حصل معايا. الجمعيات الخيريه محضره اساميها لناس معينه، في كام اسره بيعلوها. لا ده انتوا شوفوا الجمعيات الخيريه، انا عندي كام 200 وكذا صوت هيدوكوا، لا بس تدفعوا عليهم كذا. مفيش رقابه، انا ما عنديش رقابه. ناخد استاذ بكر. اتفضل استاذ بكر، شرفتنا باتصالك، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحيي حضرتك، بحيي الضوء وبيشوف حضرتك يا فندم. شرفتنا ونورتنا يا فندم. اهلا استاذ محمد منور كل الدنيا. اهلا وسهلا بيك يا فندم، شكرا. اهلا يا دكتوره شيرين بكر عبد القادر من المنيا. اهلا بيك، اهلا بيك يا استاذ بكر، اهلا بيك، اتفضل. بالتوفيق لكم جميعا. بس انا كنت عايز اعقب على حاجه بس الاول، قبل ما نلوم على الشرطه وقبل ما نلوم على الجيش، نلوم على انفسنا ازاي ان احنا يكون عندنا وعي. انا لما يجيني مرشح النهارده هاخد من وراه 50 جنيه ولا 100 جنيه، ويجي لي ابني تعب مش هلاقي له مكان في مستشفى، صح. مش هلاقي له مكان في مدرسه. الوعي بيكون من الانسان نفسه، من البني ادم نفسه. تمام. محدش هيضربك ويطلع البطاقه من جيبك وياخدها منك. ما هو بيلموا الصور يا استاذ بكر، بيلموا الصور. هو هم بيلموا الصور من دلوقتي، يا ريتهم بيلموها من قدام اللي جاي. لا ده بيلموها من دلوقتي عشان الناس خلاص، انت تروح تنتخبني وتيجي تاخد مني ال 50 جنيه. صحيح يا استاذ سيد، وحضرتك بتتكلم في نقطه جميله يا استاذ بكر. شكرا، بشكر حضرتك جدا، شرفتنا باتصالك. حضرتك بتتكلم فعلا في نقطة جميلة جدا، في حتة ان انا كمواطن احنا ما بنلومش على الشرطة، احنا ما شفناش حاجة على الشرطة يا جماعة. العيب فيا احنا، السماسرة هي اللي بتقول اصل رئيس المباحث بتاع رئيس المباحث بتاع الدايرة بيتصل بيا بيقول لي كراجل بلطجي اقف مع فلان، يبقى احنا كده بقى الكرسي بتاعنا متباع فعلا زي ما بيقولوا الناس. انا اقول لحضرتك على حاجه، هو العيب فيا انا كمواطن، معلش انا كمواطن يبقى عندي وعي، انا كمواطن انا لازم يبقى عندي وعي. ما انا اللي بديله الفرصه ولا يا استاذ محمد؟ مزبوط. انا اللي بدي الاستاذ الفرصه ان هو يديني 50 جنيه او ال 100 جنيه وانتخب عشان فلان او عشان فلان. انا لازم اعرف ان صوتي ده امانه هتحاسب عليها يوم القيامه، فانا لو مشيت في المنطلق ده انا فعلا هختار اللي يستحق الكرسي. المساله مش مساله المتاجره او مش مساله ان انا بتاجر او الكلام ده كله، لا المساله وعي فيا انا كمواطن، لازم يبقى عندي الوعي دوت من داخلي ان انا اختار فعلا من يستحق الكرسي او يقعد على الكرسي ده بالفعل. يبقى لازم المواطن يتقي الله في اختياره للمرشح بتاعه، يتقي الله، ما يبقاش معنا صوته. الاستاذ سعيد اتفضل يا فندم، شرفتنا باتصالك. الو، السلام عليكم. استاذ سعيد. استاذ سعيد. ايوه استاذ سعيد. نبدو ان الاتصال اتقطع. استاذ سعيد. ايوه معاك يا فندم، معاك استاذ سعيد. اتفضل يا فندم، شرفتنا باتصالك. انا حابب اكلم الاستاذه شيرين واقول لها ان احنا بنتعامل وان احنا بنأيدك واحنا معاكي لو في اي حاجه. ربنا يخليك يا استاذ سعيد. لان احنا استاذه معانا ربنا وانتوا في ظهري يا استاذ سعيد، وكل المنطقه معايا ان شاء الله عشان صوتنا يوصل، بس عشان اللي مش لاقي. استاذ سعيد، هو حضرتك من دايره الاستاذه شيرين؟ طب نعم. هو حضرتك من دايره الاستاذه شيرين؟ منين؟ حضرتك من دايره الاستاذه شيرين؟ حضرتك من المنشيه يا استاذ سعيد؟ انا من المنشيه، وبسمع ان الاستاذه كل خير، وبسمع ان الاستاذه فاضله، وبسمع ان الاستاذه ما بتتوقفش عن اي حد. ربنا يبارك لك يا استاذ سعيد، شرفتنا. نجاحي بيكم ان شاء الله. شرفتنا طبعا باتصالك. نجاحنا كلنا بيكم. واحنا في برنامج خطوه حضرتك، فتحنا البرنامج او مبادره صوتك امانه، مش هنستضيف فيها غير اللي هو عايز الخدمه واللي هو فعلا ناوي خدمه الناس، لان زي ما بنوعي المواطن ان صوتك امانه هتتحاسب عليها يوم القيامه، لازم نقدم له برضه اللي يستحق ونسهل عليه، وما نديش فرصة لسماسرة الانتخابات أو لعبة التدليس في إن هي تشوه صورتنا
او تودي مصر لبر تاني غير التي تستحقه. شرفتنا ونورتنا استاذ سعيد باتصال حضرتك. دكتوره شيرين، طبعا يبدو ان الدايره عند حضرتك الحمد لله مليانه مشاكل، مشاكل كتير، مشاكل كتير، مشاكل كتير، وربنا يعيننا وحضرتك ان شاء مع بعض الله ان احنا نوصل ان احنا نلاقي حل للمشاكل دي، لان انا الدايره فعلا فعلا فيها مشاكل صعبه صعبه، ولازم الحكومه تساعد معايا، لازم الناس دي، لازم الناس دي فعلا تقعد في شقق في اربع حيطان. بعد كده ندور للتعليم، لازم مجانيه التعليم. انا عندي ناس ما مش عارفه تخش مدارس. استاذ محمد، الدايره عند حضرتك طبعا ده الدايره عندي مشكله كبيره، بحر كبير وفيها مشاكل كتير. طبعا خاصه انها يعني معظمها كره، يعني معظمها كره بتفتقر لابسط المرافق. يعني النهارده بنتكلم الطرق، بنتكلم في، بتتكلم في صحه، بتتكلم في تعليم، مفيش رقابه، مفيش رقابه فعلا. هي المشكله الدايره عند حضرتك، هقول لحضرتك الدايره عند حضرتك بتفتكر ان المواطن يكون فعلا للدايره كلها، بمعنى في هناك نواب سابقين تم فعلا نجاحهم وخدوا الكرسي، بس كله بيعمل للمنطقه بتاعته فقط. دي حقيقه. انا قابلت ناس وعامل مؤتمر في منطقه بعض اللي هو طبعا فيها بعض المرشحين، فبيشتغل في المنطقه بتاعته وبيهمل الجزء لا الآخر. يا فندم، ده 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 ده, ده الافظع من كده، ان النهارده بقالك اربع سنين انت في مكان، في قريه من القرى مثلا، ودي بلدك واهلك وناسك، وعندك مستشفى مش شغاله. يعني يا فندم مستشفى، وحده صحيه مقفوله، تمام، خاويه على عروشها. ازاي يا جماعه؟ ده دي الف ب الف ب انتخابات كده، الف ب الف ب عضو برلماني راجل حتى دخل يقول يا جماعه، فرض نفسه على الخدمه العامه، وفرض نفسه انه يبقى راجل مسؤول، ومسؤول منه الناس دي كلها وفي رقبته. رقم واحد اول حاجه يا جماعه صحه. انا النهارده لو عيل بالليل تعب سخن جرى له اي مصيبه، واحده ست تعبت هتولد، نعمل ايه؟ الموضوع ده فعلا نوصل من قريه مش عارفه المدينه عشان نوصل لمستشفى في منطقه امبابه. لا لا، انا عندي مستشفى، يعني مستشفى حضرتك فتحت حضرتك المستشفى، انا عندي في ساعتين في فتره انا عندي مستشفى مفتوحه بالفعل، والمفروض ان هي جايه للناس الغلابه، تمام، اتنقلت مستشفى تخصصي، مستشفى لا زايد، الناس بتروح بالحالات بتاعتها. احنا النهارده قلب المكان نفسه موجوده، يعني مش لسه هتتبني، لا دي موجودة بالفعل. ما هي برضو هو نفس القصة، احنا موجودة مقفولة مقفولة. لا انا عندي خصصوها، كانوا مقفلين عشان خاطر. لا انا خصصها، انا خصصها واشتغل. لا انا عندي الناس مش قادرة يا فندم. انا خصصها، انا خصصها مبني يعي الاقي المكان يخش. يا دكتور انا خصصها واشتغل افضل ما تبقى المستشفى مقفولة. لا مقفولة خالص حضرتك، مقفولة يعني مقفولة، مفيش حد، مفيش صحة. استاذ محمد بالفعل في وحدة صحية في قرية طنطناش وجزيرة محمد حضرتك، يعني جزيرة محمد حضرتك دي المفروض ان هي الإدارة الصحية بتاعت جزيرة محمد وطناش والوراق، الإدارة الصحية بتاعت ثلاث قرى دولت أو ثلاث أماكن دولت موجودة في جزيرة محمد. أيوه. مقفولة سعادتك، بسعي من بعض المجهودات الشخصية قدروا يجيبوا حد، قدروا يجيبوا ان حد النهارده يقول لا بصوا على الوحده الصحيه افتحوها ساعتين بالنهار. طب وبقيت افتحوها عضوا فيها، انتوا قاعدين النهارده بتاخدوا مرتبات ولو تعب فجاه. وعلى يعني ان الوحده الصحيه بتتكلم النهارده المفروض حد فينا نبطشيه، يعني النهارده لو في وعي في ثقافه، لا انت النهارده المفروض نبطشيه المستشفى دي او الوحده الصحيه ديت تشتغل مثلا 8 ساعات الصبح وتريح ساعتين و8 ساعات بالليل. هو اللي يحصل بالليل مش هيحصل الصبح، بس عشان النهارده انا يحصل لي حاجه او يحصل لابني او يحصل لمراتي واتنقل من مثلا من قريه جزيره محمد او قريه طناش اتنقل للوراق، والوراق ما فيهاش مستشفى، حتى المستشفى اللي فيها كانوا عاملين حجر صحي للكورونا الفتره اللي فاتت، وعلى شرط ان الوحده الصحيه بتاعت بتنقل بقى لكذا مركز عشان اقدر اوصل المستشفى. تم تجهيزها بالوقت الحالي بوحده كلى، بوحده لغسيل الكلى، وبيتم تطويرها، وعلى شرط ان مفيش فيها دكتور ولا بتقدم خدمه. ده بقول لحضرتك يعني دي مصيبه، ان المكان موجود ومعد وفي خدماته لكن مغلق، قافله ليه؟ انت قافله فينك؟ تعالى يا عم عضو، انت النهارده لو حاسس ولامس الناس دي عارف يعني مشكلتهم، هتقدر وحده زي كده تشتغل مستشفى زي كده تشتغل. اما يبقى عنده نائب واعي للكلام ده، تمام، كلنا هنعدي لبر الامان. لكن اما يبقى عنده نائب مش شغال، مش موصل، يعني النائب السابق الله اعلم ايا كان اسمه، هو ما عملش ليه ده؟ وانت عندك مستشفى ما وصلتش ليه للناس ان المستشفى اتفتحت الفتره دي بس مستشفى. في فتره الانتخابات، فتره الدعايه الانتخابيه،
قدر باشا طبعا يتحرك عشان خاطر ينجح. اه طبعا عشان خاطر يعني ينجح. دبس دي طب وباقي فتره، هو ده وباقي الفتره هعمل ايه؟ هو الفتره دي كلها سعادتك وباقي الفتره انت كنت فين؟ لا مسألة شخصية، ما هي مشكلتنا بقى النهارده اللي طرفه عايز يحصله، ما هو اشترى اصوات ونزل لم زي ما حضرتك قلت النهارده مصيبة. ما هي مشكلتنا بعد اذن حضرتك طبعا ما هي مشكلتنا بعد اذن حضرتك طبعا اولا في تثقيف المواطن ده واحد تمام. والله احنا بننزل الشارع وبنحاول نوعي الناس. والله انا بلف يعني انا بلف على القهاوي، بلف على مراكز الشباب. ومعانا اتصال من المنشية. الو السلام عليكم. وقت التلفزيون يا استاذنا. عليكم السلام. عليكم السلام، ازيك يا استاذ؟ استاذه بسمه وقت التلفزيون بعد اذن حضرتك. ازيك يا استاذه بسمه؟ ازي حضرتك؟ شرفتينا يا فندم بحضرتك، شرفتينا. بس حضرتك يا ريت وقت التلفزيون وتسمعينا. احنا سامعينك يا استاذه بسمه بس وقت التلفزيون. الو. ايوه اتفضلي اتفضلي. ازيك يا استاذه شيرين؟ الحمد لله يا بسمه. عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي احنا سامعين. ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. عامله ايه؟ يا ريت حضرتك تقطعي التلفزيون وتسمعينا من التليفون عشان تعرفي تتواصلي مع الاستاذه شيرين. احنا معاكي يا استاذه شيرين كلنا. ربنا يبارك لي فيكوا يا رب. مش عايزاكي تقلقي. ربنا يبارك له فيكي. وكفايه انك موجوده معانا كل حاجه، ومش النهارده بس ولا امبارح عشان الانتخابات. ربنا يبارك لي فيكوا يا رب. معانا. ربنا يبارك لي فيكوا يا رب، ربنا يبارك لي في دايرتي كلها يا رب. ربنا يبارك لي في دايرتي كلها، ويا رب نخلص من الغمه بتاعه السماسره بتاعه الانتخابات دي. يا رب نخلص من الناس دي. يا رب نخلص من الناس اللي صورت الانتخابات بشكل وحش. افسدوا علينا العرس السياسي عشان نعرف نعمل حاجه للغلبان. افسدوا علينا الحياه السياسيه والله بجد عشان نعرف نعمل حاجه للغلبان. كلمتين هقولهم عيب قوي، يعني لما تبقى قامت الثوره او ثورتين متتاليتين علشان عيش وحريه وعداله اجتماعيه وبننهض بندور على ان احنا بننهض بمصر الى بر الامان، والقياده السياسيه تحت قياده مظله الرئيس السيسي بتعمل لذلك، فيتحكم في مصيرنا شويه شباب مرتزقه او سماسره انتخابات. فيا ريت يكون في حل لكل مواطن يثقف نفسه، اتعب شويه، دور على نائب الخدمات بتاعك اللي جواك، مش النائب اللي بيشتري الفلوس، مش النائب اللي بيشتري الفلوس، مش النائب اللي نازل لك اشتري صوتك، عشان اللي بيشتري بالفلوس النهارده انت بتدور عليه، بيدور عليك عشان ياخد صوتك. بعد ما ياخد صوتك بيقول لك انا اشتريتك بفلوس، بعد كده مش هتلاقيه. وانا سمعتها فعلا بيقول بعد كده، بيقول لك انا اشتريتك بفلوس، يعني مش هعمل لك حاجه. البني ادم اللي داخل يخدم ده لازم تدعمه، ولازم تقف وراه، ولازم تعرف ان صوتك امانه انت مسؤول عنها يوم القيامه. ومن دور برنامج خطوه لذلك احنا فتحنا باب صوتك امانه لكل مرشح ناوي ان هو فعلا يخدم بلده ويمشي في الطريق الصحيح، وناوي يتقي ربنا في الكرسي اللي هيقعد عليه. وكان لينا الحظ في ان احنا استضفنا الاستاذ محمد عاطف نائب عن دائره الوراق واوسيم ان شاء الله، والدكتوره شيرين عبد القادر نائبه عن الموسكي والمنشيه وباب الشعريه والجماليه. فدول ناس مشهود ليهم بالكفاءه ومشهود ليهم بالسيره الحسنه، وداخلين مش قاصدين شيء، كل همهم ان هم ناس مهمومه بقضايا اسرهم وقضايا بيوتهم ومشاكلهم، ووسط ناسهم عايزين بيدوروا على الحل. فياريت كلنا ندور على هذا النموذج ونقف وراه وندعمه، ساعتها هنقطع الفرصة ونقطع الطريق على كل سماسرة الانتخابات، وكل من تسول له نفسه في أن يتحكم في مصير شعب. اللي يبيع صوته كأن باع شرفه يا جماعة. باع بلده. باع بلده. باع بلده. هتستنى ايه تاني تبيعها؟ ابنك مسؤول بسيطة. ابنك وبنتك مسؤولين عن صوتك، امك مسؤوله عن صوتك، امك اللي مش لاقيه علاج دي مسؤوله عن صوتك، اللي ملهاش علاج على نفقه الدوله، ابنك اللي ملوش شهاده ميلاد ده انت مسؤول عن ابنك، اللي مش عارف يخش مدرسه انت مسؤول، صوتك مسؤوليه ليه. انا عندي اولاد مش عارفين يخشوا المدارس. استاذ محمد الى الان كلمه اخيره للمواطن اللي ناوي يقاطع الانتخابات. لا هو مبدا المقاطعه يعني يا جماعه ده مرفوض شكلا وموضوعا. قصة ان انا قاطع انتخابات انا كده بساعد على افساد الحياة السياسية.
انا بساعد النهارده لما اقاطع على افساد العرس دوت. ما ينفعش رجاء يعني كل الناس. انا طبعا بيوصلني بعض الرسائل من بعض اصدقائي، والله انا كنت مقاطع لو مش استاذ محمد نازل، ودي كان بيبقى على الخاص وعلى العام. يعني احنا النهارده فعلا لازم نوجه كلمه لكل الشعب المصري، يا جماعه انزلوا انزلوا، بلدنا هتضيع تاني مننا، بلدنا هيحصل فيها مشاكل اكتر من اللي حصلت النهارده. الحياه السياسيه يا جماعه اللي باظت، المجتمع المصري النهارده اللي اتدمر في ثوره وثوره ودنيا باظت وغلاء معيشه ودنيا. يا جماعه انزلوا بالله عليكم، بنستحلفكم بالله بنرجوكم انزلوا قولوا كلمتكم، يعني ما تختاروش حد من الحاضر، لو في حد افضل مننا اختاروه. احنا ما بنقولش احنا، ما بقولش انا او دكتوره شيء بتقول نفسها، لو سمحتوا انزلوا انزلوا، وما فيش حاجه اسمها مقاطعه. موضوع المقاطعه ده ينسوه خالص، مفروض تماما المقاطعه. تحب توجهي إيه لكلمه لاهل دايرتك اخيره؟ اهل دايرتي ربنا يعيننا على المشاكل اللي احنا فيها، وربنا يعيننا ونلاقي حلول سريعه ليها، لان احنا عندنا مشاكل. انا دايرتي عندها مشاكل كتير جدا، ربنا يعيننا عليها وربنا يكرمنا خير ونعدي بيهم لبر الامان. يا رب يا رب. وعشان خاطر يا رب مصر ابني كلها وبنتي دكتور. مصر وابنك كلها وبنتك محتاجة. وعشان امي وعشان لازم يا جماعه تنزلوا، اتقوا الله في اصواتكم، اتقوا الله في اصواتكم، اتقوا الله في اصواتكم. صوتك امانه، صوتك امانه. لو في حد احسن مني انتخبوه، بس ما هيكونش اشترى صوتكم. انا ما عنديش مشكله، حد احسن مني يا جماعه انتخبوه، لكن البني ادم اللي يجي يقول لك هات صوتك ولا صور بطاقتك ولا الكلام المهزله اللي بتحصل في الشارع ده، حرام حرام حرام. اتقوا الله فيا وفيكم، اتقوا الله فيا وفيكم. وفي النهايه واستفتي قلبك وان افتوك. وفي النهايه بشكر ضيوف الكرام، شكرا شكرا يا استاذ على وجودهم معايا وتشريفهم ليا. احنا بنشكر كرامه ثقافتنا، يعني نقدر نعبر عن اللي جوانا ونقدر نقول كلمه ونوصل الكلام البسيط اللي احنا. وبتوجه بالرساله لكل مواطن خايف على بلده، خطوه معاك دايما على الطريق الصحيح، خطوه في الاتجاه الصحيح، فياريت تخلي بالك من صوتك وتعرف ان صوتك امانه هتتسال عليه يوم القيامه قدام ربنا. فدور على اللي هيخدمك، دور على من يبحث عن اوجاعك، على من يكون في احزانك معك قبل فرحك. ختاما القاكم في لقاءات قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.